لكن لا يزال ولحد الآن ورغم مرور أسبوع الحديث على عرض شاكيرا وجينيفر لوبيز بعد عرضهما المبهر في المباراة النهائية من بطولة السوبر بول التي تستقطب ملايين المشاهدين عبر العالم. كما أن ديمي لوفاتو هي من افتتحت المباراة بالنشيد الوطني بعد تعافيها تماما من الإدمان بعدما تناولت جرعة زائدة من المخدرات عام 2018. وزغرودة شاكيرا ورقصها على الإيقاعات العربية أعجب به الجمهور. وكان إعجاب بشاكيرا لأنها ما زالت تحافظ على أصولها اللبنانية،